في صورة فيها شخص قصير وعايزين نطوله، مش هنعملها بالطريقة الغلط دي. تعالى اقول لك على طريقة اسهل. هنفتح قائمة اللاير، هاخد نسخة من اللاير اللي عندنا، وهجيب اداة الاوبجكت سيليكشن عشان احدد الشخص بطريقة سريعة. هعمل حوالين الشخص تحديد كده كروكي، وهو بالذكاء الاصطناعي هيحدد لنا الشخص. هدوس دلوقتي كليك يمين واخد نسخة من التحديد اللي احنا عملناه ده، وبعد كده اروح على قائمة اللاير، ادوس كليك يمين وسيلكت بيكسلز. وهنبعد دلوقتي التحديد اللي احنا عملناه على الجسم، هنروح من قائمة سيلكت على موديفاي واكسباند، اخلي مثلا القيمة 30 كده. التحديد بعيد عن الشخص بنسبة 30. ومن قائمة اللاير اخفي اللاير الاساسي اللي احنا عملناه، وهاجي على النسخة اللي احنا خدناها علشان امسح الشخص منها. ممكن ننصحه بالطريقة دي، او ممكن ندوس شيفت واف 5، هيتمسح عندنا كده بشكل سريع. هنيجي هنحدد الشخص اللي عندنا تاني، وهدوس من الكيبورد كنترول تي، وهنا في الخطوة الأخيرة دي هتظهر لنا النقطة دي. هبدأ أثبتها على الرجلين علشان مش عايز الرجلين معانا تتحرك. وطبعا ما تنساش تعمل فولو